أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس، يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس، يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها رواه احمد والنسائي